ربما لم يعد أحد يسمع صوت إطلاقه وقت الإفطار أو الإمساك، لكن مدفع الإفطار الراسخ في ذاكرة المصريين يواصل مهمته في تنبيه الصائمين. حسين الزين يبدأ كل يوم قبل الإفطار بساعة على الأقل في تجهيز المدفع لتنفيذ المهمة. أنا جيت هنا بقالي 11 سنة بس منقول من جهة تانية، وجيت لقيت الناس الكبار المساعدين اللي كانوا مختصين بالمدفع طلعوني فرقة وبقيت تبعهم وبقيت مساعد ليهم. لما طلعوا المعاش أنا توليت المسؤولية. بالنسبة للمدفع برضو كله بينتظر المدفع قبل الأذان بلحظات، بقول لك نحن الآن في انتظار مدفع الإفطار. مدفع الإفطار اضرب. وقبل لحظة الإفطار بقليل يكون حسين الزين قد تهيأ وجهز المدفع في انتظار الموعد المحدد. كنا نبتعد بالكاميرا عن المدفع حتى لا نصاب، لكنه عرفنا أن طلقاته أصبحت غير حقيقية منذ سنوات طوال حين اكتظت المنطقة بالسكان. كان زمان بيضربوا طلقات حية، كانت الدنيا واسعة، ودلوقتي حوالينا المباني وبعدين القذيفة بتسافر 300 متر، عشان كده احنا بنستعمل البارود بس، يعني طلقة في شنك بارود سلطاني بيطلع 3 متر لهب اشتعال، يعني ساعة الانفجار 3 متر لهب والباقي دخان حوالي 7-8 متر، يعني كل حكاية بتاع 11 متر 12 متر. مدفع الإفطار اضرب. هذه المهنة التي كلف بها حسين الزين منذ 5 أعوام تجبره على ألا يتناول طعام إفطاره بين أفراد أسرته، ورغم ذلك فهو يعتز بهذه المهمة التي تجعله حارساً أميناً على هذا الطقس الرمضاني الشهير. رغم أن أنا بفطر برا عن بيتي بس ببقى سعيد بهذا الوظيفة على المدفع. المدفع يعني كان بيستأجر كل سنة، طبعاً بيجي على الشاشة، كل الشاشات بتجيب المدفع قبل الأذان، أي ولو كاريكاتير بس بيجي المدفع وشكل المدفع وبينطلق برضو بيضرب طلق، ولك مدفع الإفطار وبينادي بنفس الصوت. لا يعرف تاريخ محدد للبداية الأولى التي تحول فيها المدفع إلى أداة تنبيه للصائمين، فالبعض يرجعه إلى عصر محمد علي، والبعض الآخر يرجعه إلى ما قبل ذلك بسنوات، وتحديداً منذ 560 عاماً. مدفع الإفطار اضرب. مساء الطيبين.